أهلا بكم مرة تانية. الأسبوع اللي فات كنا اتكلمنا عن استخدام الماسنجر بوت في المبيعات بشكل عام، في الشركات بشكل عام، ازاي تستفيد منه، ايه عبارة عن ايه، هو أصلا الماسنجر بوت أو الشات بوت بشكل عام. يعني جالنا طبعا أسئلة كتيرة الأسبوع اللي فات من بعض الناس بتسأل طبعا ازاي استفيد منه، ازاي استخدمه في الشركة بتاعتي، أو ازاي استخدمه في الصفحة بتاعتي. النهاردة بإذن الله بنسعى ان احنا نتكلم بشكل موسع أكتر، وهنشرح لكم الفايدة من استخدامات الشات بوت، وإيه الأدوات اللي تقدر تستخدمها علشان تعمل كل الحاجات اللي احنا حكينا عليها. هيكون كمان معنا ضيفنا عبر السكايب مهندس محمد طنطاوي المتخصص في الشات بوت. مهندس محمد معنا، أهلا وسهلا بك مهندس محمد. الله يبارك فيك ويهلا بيك ويهلا بكل المشاهدين. الله يحفظك. أهلا وسهلا بك. أتمنى بس الصوت لو تقدر ترفعه شوية أكتر من كده. طيب احنا الاسبوع اللي فات مهندس محمد كنا اتكلمنا على فوائد الشات بوت واستخداماتها وكده، فخلينا ناخد بقى من حد متخصص، قول لنا ايه فوائد استخدام الشات بوت للشركات. طيب اولا بسم الله والصلاه على رسول الله. اولا في موضوع الشات بوت، خلينا يعني نقسم الفوائد الخاصه بالشات بوت. فوائد هتشمل المستخدمين والشركات اللي هي بتقدم خدمه الشات بوت او اللي هي مركبه عندها الشات بوت، وفوائد ثانيه متعلقه بالفيتشرز او اللي هي الحاجات الموجوده في الشات بوت، تمام؟ والفيتشرز دي ممكن نستخدمها ازاي علشان نخدم عندي في البيزنس بتاعي، وكمان نكون زي الباي بروفيشنال قدام العميل. من عندي التقسيمه الاولى اللي هي خاصه بالكاستمر مع الشركه اللي بتوفر او مركبه الشات بوت. اول حاجه ان انا بوفر وقتي ووقت العميل ازاي. انا عندي قاعده ثابته او في البيزنس قاعده ثابته او في التسويق، ان اول 3 دقائق لو انا ما ردتش على العميل، فالعميل لو في منافس ثاني فهو ياخد قرار فورا ان هو يروح ويشتري من المنافس الثاني ده. فبالتالي الشات بوت بتاعي بيساعدني وبيساعد العميل ان هو ياخد قرار بسرعه حول المنتج او الخدمه اللي انا بقدمها. فعن طريق الشات بوت بديله ردود تلقائيه، طبعا بمحاكي يحاكي التحدث زي البني ادم بالظبط، مش زي البني ادم 100% لكن بطريقه متشابهه مع الكتابه بتاعه الانسان مع الكاستمر عبر الماسنجر او الواتساب، تمام؟ فبالتالي اول نقطه انا كده وفرت وقت ووقت كمان العميل، وكمان ساعدته ان هو ياخد زي قرار بسرعه ان هو يشتري مني او يبص على الخدمه بتاعتي او المنتجات بتاعتي. عندي ثاني نقطه ان انا بوفر عندي كشركه بوفر فلوس اللي هو المودريتور. انا ممكن مثلا بدل ما يكون عندي 10 مودريتور ممكن يكون عندي 3 بس، والشات بوت هو بيرد ان شاء الله يرد على 1000 واحد في نفس الوقت، ممكن يرد عليهم بدون اي مشاكل خالص، تمام؟ وبالتالي يكون عندي 2 أو 3 بس هيكونوا يعني بيسبورت اللي هي لا قدر مثلا لو في مشكله موجوده او في حاجه مستعصيه محتاجه خدمه العملاء، خدمه العملاء هي يعني هتقوم بالحاجه اللي زي كده. ممتاز جدا. يعني احنا نقدر نقول بشكل عام ان الشات بوت هيساعد الشركات، بشكل مختصر انه يساعد الشركات ان هي تقدر تخدم عملاء اكتر من غير ما يزود عماله اكتر، دي رقم واحد. رقم اثنين انه سرعه الرد كمان، مش بس العدد الكبير لكن كمان سرعه الرد. لكن خليني مهندس محمد اسالك سؤال مهم جدا علشان الناس اللي بتتابعنا، مش عايز ادخل قوي في التفاصيل الفنيه، لكن الفايده واضحه بالنسبه للناس اللي بتتابعنا، وزي ما قلت لك الاسبوع اللي فات جات لنا اسئله كتيره، لكن هنسال السؤال ده، هل بقى محتاجين متخصصين او مهندسين او حد زي حضرتك عشان يعمل لنا الشات بوت، ولا نقدر ابنيه انا بنفسي، ولا ايه الاليه بتمشي ازاي في ناحيه التنفيذ او ناحيه الانشاء بتاع الشات بوت؟ نعم باشمهندس، طيب السؤال ده كويس جدا وبيجي لي برضه معظم الاسئله من السؤال ده. طيب الشات بوت محتاج متخصص، لكن في الشغل الثقيل اللي يخش يعني اللي يخص الشغل الثقيل زي مثلا شغل شركات كبيره، شركات زي البنوك، شركات زي الفنادق، لكن انا كستارت اب او شركه صغيره او ببيع منتج او بعض المنتجات او بعض الخدمات، فانا اقدر اتعلم الموضوع ده وابني بايدي في كورسات، في حاجات على اليوتيوب. نعم حتى الشركه اللي انا اشتغل معاها بتديني طبعا سبورت ان انا ابني حاجه زي كده لو حاجات بسيطه، لكن لو حاجات عميقه جدا تخص مثلا ستار ام مع رابط ويب هوك مع حاجات تخص حاجات تكنيكال كتير، فانا بحتاج مختص اي بي اي وكمان مبرمج عشان عمليه الربط ما بين الشركه وبعضها. كلام جميل جدا جدا جدا. طيب برضه هسال سؤال تاني، طب انا دلوقتي محتاج متخصص، لو انا بتكلم في بيزنس كبير شويه مفهوم ده، خصوصا لو في امور بقى ليها علاقه بربط بيع منتجات وبتاع وكلام زي كده، لكن كافراد حضرتك تفضلت انه لا ممكن يبقى في ادوات اقدر ابنيها بنفسي من غير ما احتاج متخصص. هنا السؤال، هل بقى لو انا فرد او انا ستارت اب شركه صغيره كده على قدي، هل القصه دي بيبقى فيها تكلفه؟ وهل السؤال الثاني، خلينا نقول سؤالين مع بعض، وهل احنا بنحكي فقط في الماسنجر شات بوت، ولا ممكن ده يبقى ليه استخدامات اخرى على الموقع على الواتساب؟ يعني السؤالين دول لو نقدر نجاوب عليهم. نعم، اول حاجه بالنسبه لتكلفه، انا كستارت اب
عندي منصات كتير بتوفر لي حاجات يعني اكتر من ربط، زي ان انا اربط ماسنجر، واتساب، تليجرام، ايميل، اس ام اس، ده كله في شات بوت واحد، وكمان يعمل لي لايف شات وتكلفه صغيره جدا، تمام. لكن كشركات كبيره هتحتاج فعلا متخصص، وهتحتاج كمان مبرمجين، وانت كشركه، لكن كشركه ستارت اب تقدر تبني الشات بوت بتاعك وكمان بتكلفه قليله جدا في الشهر، تمام. في منصات عربيه ومنصات اجنبيه بتوفر الربط ده، وتوفر بتكلفه قليله انت كستارت اب تقدر تعملها، تمام. اما بالنسبه للماسنجر، فانا مش عندي بس شات بوت للماسنجر، لا، انا عندي شات بوت للماسنجر، عندي شات بوت للواتساب، حاجه اسمها واتساب اي بي اي، لان الناس لسه حاليا في الوطن العربي ما يعرفوش، او معظم الناس او الشركات ما تعرفش حاجه اسمها واتساب اي بي اي. واتساب اي بي اي مختلف عن نوع الواتساب العادي اللي احنا معظم الناس بتستخدمه، واتساب البيزنس اللي هو الشركات اللي هي الصغيره بتستخدمه، او اي حد عنده مشروع صغير بيكون في رد واحد، بيكون في معظم او بعض الفيشرز كده كويسه. لكن واتساب اي بي اي شيء متعمق جدا، وبيكون او بيتربط عن طريق حاجه اسمها اي بي اي بالمتجر بتاعك، او بالشات بوت بتاعك، وبياخدوا طبعا الشركات اللي هي الكبيره والشركات المتوسطه، وانا طبعا كشركه ستارت اب اقدر اخد الواتساب اي بي اي، لكن باخده من معتمدين، من شركات معتمده من الواتساب، هم اللي بيقدموا لي السيرفيس دي، وبيقدموا لي بتكلفه صغيره، فانا اقدر كمان ابني شات بوت على الواتساب. يعني ايه؟ يعني ممكن لو عميل دخل عندي على الواتساب اي بي اي سالني بعض الاسئله، اخلي الشات بوت هو اللي يجاوب عليه، يديله يعني يرد على الاستفسار بتاعه او السؤال بتاعه. كمان يقدر العميل عن طريق الواتساب اي بي اي او الماسنجر ان هو يقدر يعمل يعني زي اوردر كامل متكامل، يدخل يشتري المنتج بتاعك، يدفع عن طريق الماسنجر او الواتساب بتاعي، كمان عن طريق التليجرام، وكمان اقدر عن طريق الماسنجر الواتساب احط او اضع منتجاتي او خدماتي، بحيث ان العميل يقدر يشوفها ويطلع عليها وكمان يشتريها. مش كده وبس، ممكن الشات بوت فيه فيتشرز كمان كويسه. انا عارف ان انا ممكن اكون بعدت شويه عن الموضوع، لكن في فيتشرز يعني هتكون مستقبليه كنت حابب ان اتكلم عليها، حتتين صغيرين اللي هي حضرتك برضه كانت عامه المره اللي فاتت، اللي هي الذكاء الاصطناعي الاي اي، تمام. وعندي نقطه كمان اللي هي سبيش تو تكست، ممكن الشات بوت بتاعي يكون مربوط بحاجه اسمها سبيش تو تكست، بحيث ان لما العميل اللي بعت رساله صوتيه ساعات الشات بوت يقدر يتعرف على الرساله دي، ويبدا يحلل الكلام بتاعه، ويبدا يكون انا مجهز رد، فيبدا الشات بوت يرد على الرساله الصوتيه بتاعت العميل. النقطه الثانيه بالنسبه للذكاء الاصطناعي الاي اي، اقدر اخلي الشات بوت بتاعي ان هو ابرمجه ببعض الجمل وبعض الكلمات، وان هو يرد على العميل بالاجابه اللي احنا بنكون وضعناها مسبقا، ودي بنستخدمها في الاسئله اللي هي بنقولها الاسئله الشائعه، او الاستفسارات اللي هي معظم الناس بتسال، بحيث ان هو ما ضيعش وقت العميل وما ضيعش وقت الشركه بتاعته. ممتاز جدا يا مهندس محمد. طيب سؤال اخير بس، حضرتك قلت انه بعض اقدر انا كمستخدم او كستارت اب او كشركه صغيره اعمل القصه دي بنفسي، هل ممكن تذكر لنا لو يعني عندك حاضر معاك في ذهنك بعض المواقع الاجنبيه او العربيه اللي ممكن من خلالها حد يبدا بالشات بوت؟ طبعا مش هيكون في كل الفيتشرز اللي حكى عليها مهندس محمد، لكن على الاقل كبدايه لو تذكر لنا بعض المواقع اكون شاكر ليك. تمام، عندنا يعني في المواقع الاجنبيه عندنا اكبر منصه اشهر منصه هي حاجه منصه ميمي شات، تمام. عندي بوت ستار، عندي مثلا شات بول، دي منصات اجنبيه. عندي في الوطن العربي زي مثلا منصه اكتبوريا بوت، عندي منصه اسمها وايت بوت، وعندي منصات كتير في الوطن العربي برضو، منصات بروفيشنال. فكده تقريبا قلت تقريبا 5 منصات بيكون التكلفه فيهم شهريه، تمام. طيب حضرتك حابب اوضح ازاي، معذره بسرعه، ازاي بيتم المحاسبه مع المنصات دي؟ بيبقى معظم المنصات متعرف عليها انها بتحاسب على حسب اليوزر، عدد اليوزر. يعني ايه عدد اليوزر؟ يعني لو مستخدم دخل عندك الشات بوت وبقى اوبتن معاك ودخل تواصل معاك، فده يعتبر يوزر، تمام. والمنصات دي بتكون مينيمم اقل شيء 500 يوزر، وبتكون حسب اليوزر هو بيحاسبك بتكلفه شهريه. مهندس محمد متخصص في الشات بوت، شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله نتواصل معاك مره اخرى في يعني لو حبينا نتوسع اكتر او جات لنا بعض الاسئله ان شاء الله نقدر نجيب معلومات اكتر من مهندس محمد.